إلى ذلك، هدد المتحدث باسم القضاء الإيراني المحتجين الإيرانيين بمحاسبة جنائية لمن يخالف قرار عدم استخدام تطبيق تليجرام. وقال المسؤول الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء إيرانية حكومية أنه في أول تعميم لنائب الرئيس الإيراني حول تليجرام تم الإعلان عن قيود على وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يؤدي عدم الالتزام بها إلى اعتبار الشخص مرتكبا لجريمة. وكان نائب الرئيس الإيراني أصدر في أبريل الماضي تعميما ينص على الانتقال إلى شبكات التواصل محلية بعد حظر التطبيقات الأجنبية. ويأتي إنشاء التطبيقات المحلية بهدف مراقبة ما يتداوله المواطنون، ويسهل عملية الوصول للمستخدمين من أجل إيقاف حركات الاحتجاج في البلاد.